ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يواصل اليسار المتطرف في إسبانيا ضغطه على حكومة بيدرو سانشيز بخصوص قضية الصحراء المغربية، فبعد المسيرة المؤيدة لجبهة البوليساريو التي نظمت يوم السبت 19 يونيو في مدريد بدعوة من تحالف يونيداس بوديموس، باتت ساحة في إشبيلية تحمل الآن اسم أمينة حيدر. ووافقت الجلسة العامة للمجلس البلدي لسان بابلو سانتا خوستا في عاصمة الأندلس على الاقتراح المقدم من قبل مجموعة المسؤولين المنتخبين لحزب اليسار المتحد من أجل تكريم الناشطة الصحراوية، بحسب ما أوردت وكالة يوروبا بريس يوم أمس الأحد 27 يونيو. وتشتهر منطقة الأندلس بتواجد عدد من التنظيمات الداعمة لأطروحة جبهة البوليساريو. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.